السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كشفت الفاف اليوم الثلاثاء عن سحب الثقة من رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم دوار وتعيين محمد أمين مسلوق مكلف بالتسيير. وأوضح بيان الفاف أنه تطبيقا للأحكام والمواد 14.2 و36.20 من النظام الأساسي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، تم تعليق هيئة إدارة الرابطة المحترفة لكرة القدم بفورية حتى الجمعية العامة القادمة نتيجة لانتهاك القوانين واللوائح السارية. كما أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنه يحتفظ بحقه في بدء إجراء التدقيق ومراقبة لإدارة الرابطة المحترفة لكرة القدم. من جهة أخرى أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف أن إدارة المنافسة ستكون مباشرة تحت إشراف الاتحاد الجزائري لكرة القدم. كما تم تعيين لجنة برئاسة محمد أمين مسلوق عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الجزائري لكرة القدم لإدارة عملية الانتقال. وهنا أعزائي المشاهدين شاركونا أنتم بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.